الدكتور سلاوي يوصي بتلقيح والدته في المغرب بلقاح أسترازينيكا. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. أوصى العالم المغربي منصف سلاوي رئيس الفريق السابق المكلف بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب بتلقيح والدته القاطنة بالمغرب بلقاح أسترازينيكا البريطاني. وقال سلاوي في تصريح له أن ليس لديه معلومات كافية عن اللقاح الصيني تحديدا دون التشكيك في فعاليته، وأضاف أن لقاح سينوفارم يعتمد على تقنية موثوقة جدا ومثبتة وآمنة. وفيما يتعلق بلقاح أسترازينيكا، يعتقد الدكتور سلاوي أنه ممتاز وأظهر فعاليته ضد السلالات الحادة للفيروس. وعن حملة التلقيح التي انطلقت بالمغرب، قال الدكتور سلاوي إنه أعجب بجودة تنظيم الحملة التي أطلقتها السلطات المغربية، مشيرا إلى أن المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا بين الدول التي لقحت أكبر نسبة من سكانها. يشار إلى أن المغرب تسلم قبل أيام 500,000 جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وبوصول الشحنة الأخيرة إلى المغرب يكون قد تسلم حتى الآن 7 ملايين جرعة من لقاحات كورونا، من بينها 6 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني ومليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، حسب عبد الكريم مزيان بالفقيه رئيس قسم الأمراض السارية بوزارة الصحة المغربية. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.